ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ما بزول بيعلم الغيب إلا الله يعلم. حتى الآية اللي هم بيستدلوا بها ويفهموها غلط هي رد عليهم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يقول لك ده إذن دليل إن شيوخنا بيعلم الغيب. طيب الله قال رسول ولا قال شيوخكم؟ الرسول. إذا شيوخك ما بيعلموا الغيب، ده أول حاجة. شيوخك كتمر أبو بر وكده حجتك انتهت. طيب هل الرسول ذاته يعلم الغيب؟ ما يعلم. الدليل شنو؟ الدليل الآية ذات. ربنا قال فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. طيب كان غيب، لما ربنا يظهر للرسول هل بيسمى غيب؟ ما بيسمى غيب يا جماعة، بيسمى علم شهادة. قبيل كان غيب عالم الغيب، ده قبيل كان غيب على الرسول، لكن قال فلا يظهر، عشان كده ربنا جاب كلمة شنو؟ يظهر. بقى شيء ظاهر يكون غيب كيف؟ هو الغيب تعريفه عند بعضهم قالوا ما غاب عنك. ده الغيب عنك أنت، ما غاب عنك. طيب الشيء الظاهر لك، هو ده الكتاب ده أنا شايفه، هل هو غيب؟ بعد ما ظهر ما غيب، لكن قبل ما يظهر كان شنو؟ كان غيب، كذلك الآية. قبل ما ربنا يوري الرسل كان غيب. زي شنو هنا مقصود في الآية؟ زي أخبار الساعة، أشارات الساعة، المسيح الدجال، ربنا يوريه أشياء ما كانوا يعلموها من العلم إلى آخره، ده كان غيب عنهم. والرسل ذاته اللي ربنا علموا لهم ده من الشيل كان غيب، والآن بقى ظاهر فلا يظهر على غيب أحد. الرسل كتموا ولا بلغوا؟ ها؟ بلغوا لنا صح ولا ما صح؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقالت عائشة من حدثك أن محمدا كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله الفرية. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ أي حاجة صح ولا ما صح؟ طيب أي حاجة ربنا بلغ له وكانت غيب عنه هو بلغنا لها صلى الله عليه وسلم. فإذا كان معنى الآية أن الرسول يعلم الغيب معناته معنى الآية أنه كلنا نعلم الغيب. وإذا كان كل البشر يعلموا الغيب إذا ما في فضيلة لشيخ صوفي بيعلم الغيب علينا، لأنه كلنا بنعلم الغيب. دي من جهة. من جهة ثانية إنه طالما الرسول ورانا له بقى ما غيب، بقى علم شهادة. لكن ربنا لما قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، دي أشياء ربنا ما علمها حتى للرسل. صح ولا ما صح؟ الجماعة لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح الجواب كان شنو؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لما جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة بتين هل جاوب؟ جاوب يوم القيامة بتين؟ ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرف لأنه ده من علم الغيب. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.